هلا احنا في عندنا اصطلاح بشكل عام بنستعمله في اي دائره بيكون فيها لود. عاده الاصطلاح بالنسبه لاي لود سواء كان اي سي او بي سي، عندي هاي خليني افترض انها بي سورس من هون. الاصطلاح دائما في السورسز انه الكرنت بهذا الاتجاه، والباور الباور راح يكون عندي هون نيجاتيف، يعني سبلاينج باور. وكمان هذا ممكن يكون ينطبق كمان اذا كان هذا دي سي بنفس الطريقه، راح يكون عندي هذا هون اي اس وهذا الكونفنشن اي اس وهذا هون دي اس. لكن اذا كان عندي لود الاصطلاح دائما بالنسبه لللود سواء كان اي سي او دي سي، انه عندي في اس بلس ماينس واي اس راح يكون بهذا الشكل، فهون راح يكون عندي الباور كانها بوزيتيف يعني ديسيبيتيف انرجي او باور. اذا احنا الاصطلاح عاده لما نتطلع على لود، لما اصطلحنا على لود كاصطلاح نصطلح انه اذا كان الفي اس بلس ماينس هون الكرنت داخل في البوزيتيف تيرمينال وطالع من النيجاتيف تيرمينال. واضحه هاي النقطه؟ فكانه ايش عم بعمل بالانرجي تبعت الالكترونات او التشارجز اللي مره، بلاش اقول الالكترونات التشارجز، عم تنزل الانرجي تبعتهم. اذا وين بتروح الانرجي تبعت هذول لما بنزلهم بنزل الانرجي تبعتهم؟ عم بتروح في اللود مزبوط؟ لكن اذا طلعنا هون ايش عم بيصير بالتشارجز اللي عم بتمر من هون مثلا؟ عم تدخل على النيجاتيف وبتطلع على البوزيتيف، اذا عم بزيدهم مش هيك؟ لو هاي 1 فولت سورس، لو هذا 1 فولت عم بالي بحط 1 جول بير كولوم، لكل كولوم عم بعطيه جول عم برفع الطاقه تبعته. زي لو عندك مضخه، اذا عندك مضخه ايش عم تعمل في المي؟ عم ترفع الهيد تبعتها او ترفع البريشر تبعتها. في جنين هون عندي هذا اللود على هذا البحر. تذكروا هذا الاصطلاح انه بالسورس الكرنت بيطلع من البوزيتيف وباللود الكرنت بيدخل على البوزيتيف. نروح هلا على ستار دلتا. لو عندي سورس، لو عندي ستار سورس نفترض انه اي سي وهذا راح اسميه ار، هي عندي في ار وهذا عندي هون في اس وهذا عندي هون في تي، طبعا احنا مصطلحين انه هذه هيك، والكرنت هون راح يكون الاصطلاح انه اي ار بهذا الشكل اي اس. لاحظوا لانه هذا سورس من وين راح يطلع الكرنت؟ راح يطلع من البوزيتيف من هون، وهذا الكرنت اي تي راح يطلع بهذا الشكل. طيب لو جيت سالتك الان في ار اس شو بتساوي؟ في ار اس اللي هي اللاين فولتج، في ار في ار ماينس في اس مضبوط. ليش ماينس؟ لانه هذه الاشاره هون معكوسه مش هيك؟ او اذا انت شاكك بنفسك تقدر تقول انه في اس زائد في ار اس بتساوي في ار. اذا كانك شكيت تقدر تقول في ار اس زائد في اس بتساوي في ار، ففي ار ماينس في اس بتساوي في ار اس. اوكي؟ بتصير الطريقتين اعطاني هذول، بس هذول طبعا هذول فيزرز مش هيك؟ لان هم اي سي، فما دام هم فيزرز لو كان هذا في ار، لو كان هذا في اس، مين الليدنج دائما؟ اذا عندي الدوران هون باوميجا هذول فيزرز، بكون في ار بلف بهذا الاتجاه في اس وفي تي. في ار ماينس في اس شو بدي اعمل؟ راح اعكس الفي اس مضبوط لانها ماينس، وبعدين راح اجمعهم كاني بجمع فيكتورز. فهذا ايش صار؟ في ار اس. ايش العلاقه بين في ار اس وفي ار؟ كماجنتيود اول شيء، كماجنتيود جذر الثلاثة والزاويه. هلا الزاويه هي كلها 120، اذا هذا وقت قديش؟ 60 مشان خط مستقيم. بس هاي بتنصفها شو بتصير هاي؟ مين ليدنج مين اذا؟ في ار اس ليدنج في ار باي 30 ديجريز، والماجنتيود تبعه 30 درجه جذر الثلاثه. اوكي ماشي، واضحه هاي النقطه؟ هلا نيجي على الدلتا سورسز. لو عندي دلتا سورس انا نفس الشيء راح اجي اسمي هذه في ار، راح اطلع من هون هيك بهذا الشكل، وعندي هلا هون هذه في اس وهي بلس ماينس، وهذه عندي هون بلس ماينس. ولانه سورس كيف لازم يمشي الكرنت بالسورس؟ بيطلع من وين؟ بيطلع من البوزيتيف. من البوزيتيف راح يكون الكرنت اي ار هيك، والكرنت اي اس هيك، والكرنت اي تي هيك، وهي اي سي اي سي اي سي، وهذه صارت عندي في تي.
وهي راح تكون بلس ماينس بهذا الشكل. طيب نطلع اول شيء على الفولتجز. الفولتجز طبعا هون الكرنت ما اختلف الفيز على الكرنت على الفيز على اللاين، مزبوط مش نفس الفيز كرنت هو اللاين كرنت. والاصطلاح احنا عندنا هون انه لانه سورس الكرنت بهذا الاتجاه. اوكي اذا هاي الحاله ستار كونكتد لود، اللاين كرنت والفيز كرنت هما نفسهم. نطلع بحاله عفوا مش لود سورس، اذا نطلع على السورس بحاله السورس الكرنت هذا راح يطلع معي لانه سورس راح يمشي الكرنت بهذا الاتجاه ناخذ اي ار اي اس. وهلا اذا نطلع على هون كمان نفس الشيء بقدر اقول انه اي ار حسب كيف شوف كرنت لو عند النقطه هاي اي ار دخل من هون كانه تفرع اي ار واي اس مش هيك مضبوط، فبيساوي اي ار اس اي ار عفوا عندي هون الكرنت اي ار مضبوط هذا اي ار اس مش هيك هذا اي ار اس وهذا مضبوط وهذا بصير عندي هلا هون ماي ماينس بلس اي اس فبصير اي ار اس بيساوي اي ار ماينس اي اس. اوكي نفس الشيء وعندي هون بينهم هاي نفس الرسمه هاي راح ارسمها بنفس الطريقه مضبوط. فشو راح يصير عندي هاي اذا رسمنا اي ار هون وهي اي اس هون وهي عندي هيك اوميجا وهي عندي 120 درجه وين راح يصير اي ار اس مش هيك ونفس الشيء. طيب بالنسبه للفي لاين والفي فيز هون متساوي اوكي الفي لاين بيساوي الفي فيز ما فيش اختلاف بينهم. اذا هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه ل طيب اذا اذا جينا طلعنا هون مين راح يكون اكبر في حاله الدلتا كرنت كماجنتيود؟ اي ار اس. اي ار اس اكبر مش هيك؟ اكبر من من اي ار بجذر الدلتا مش هيك؟ اوكي هي واضحه من هون. هلا لو جينا عكسنا واخذنا لودز في اللودز نفس الشيء بس راح ينعكس عندي الكونفنشن تبع التيار يعني امحي هذول الان راح اخذ نفس الشيء بس لود وراح اتبع الكونفنشن اللي موجود هنا. اذا جيت اخذ هذول اللود لو عندي ستار كونكتد لود راح ارسم هذا اللود يعني طبعا هذا ممكن يكون ار وممكن يكون زد ممكن يكون زد كامبيدنس وعندنا هذول هيك وهذول هيك الثلاثه من هون. وهلا لاحظوا شو كيف حطيت هذا حطيته بهذا الشكل لانه لود اعتبرته. هلا عندي هون في ار اللي هو الفيز وهذا بلس ماينس. لاحظوا الكرنت وين بدخل؟ بالبوزيتيف مش هيك لانه هذا صار لود. فهذا عندي هون اي ار ونفس الشيء عندي هون اي اس وعندي هون اي تي وعندي هذا راح يكون في تي وهذا راح يكون في اس بلس ماينس بلس ماينس. اوكي ماشي مضبوط. هلا بالنسبه للكرنت في اختلاف بالكرنت؟ هل في اختلاف بين الكرنت اللاين كرنت والفيز كرنت هون؟ لا راح يختلف هو الفولتج مضبوط. فنفس الشيء بصير عندي هون هلا في ار اس بيساوي في ار ماينس في اس بنفس الطريقه نفس الطريقه اللي اشتغلناها هنا. ونفس الشيء راح يصير عندي باللودز من هون اللي بتهمنا هاي عشان الانسايد واي انسايد دلتا كونكشن. هلا هون راح يكون عندي نفس الشيء جاي عندي اي ار من هون. وهلا اذا كان عندي هذا سميت هذا اللود ار وهذا سميته اس وهذا سميته تي وهذا بلس راح يكون عندي الكارتون هذا اي ار اس عفوا وهذا اي ار وهذا راح يكون عندي بلس ماينس. فلاحظوا الكرنت داخل هون في البوزيتيف فهو نفس الشيء عندي اي اس بلس اي ار اس اي ار اس زائد اي اس شو بيساوي؟ اي ار فاي ار اس بيساوي اي ار ماينس اي اس وهي هي اللي بتهمني من هون. ونفس الشيء لما جينا رسمنا هون راح ارسم اي ار راح ارسم اي اس بعدين راح اخذ اي ار ماينس اي اس عندي نفس الشيء 30 درجه بس اللي بيهمني هو جذر الثلاثه. اذا بحاله الدلتا اذا انا قلت انا اشبك اللود دلتا الكرنت في داخل الدلتا راح يكون اصغر من الكرنت خارج الدلتا وهذا وين استفدنا منه؟ راح نستفيد منه بالسوفت ستارتر. فالسوفت ستارتر في عندي طريقتين ممكن اشبكه يا بشبكه ان لاين يعني يا بشبك السوفت ستارتر بهذا الشكل هون وراح احط انا بشكل عام هون هذا الشكل هون عشان ياكد انه هو سوفت ستارتر بس في طبعا ثلاثه من هذول الازواج وراح ينزل هذا عندي هون هلا على المحرك ولاحظوا المحرك مش متوفر عندي الكونكشن الثاني هنا. فهاي اذا كانت 100 مثلا 100 امبير الحل الثاني عندي اني اشبكه بهذا الشكل اجيب المحرك هلا المحرك حتى يضبط هذا لازم يكون ايش متوفر عندي؟ الست اطراف كلها تبعت المحرك تكون متوفره مش بس ثلاث اطراف
لازم يكون متوفر عندي للمحرك ست اطراف، 1 2 3 4 5 6، وانتم بتتذكروا سميناهم يو في دبليو اكس واي زد، وهذا كانه هو الار، وهذا كانه الاس، وهذا كانه اس. اوكي شوفوا شو بنعمل الان. باجي بجيب السوفت ستارتر، هلا السوفت ستارتر راح اشبك فيها. لاحظوا كم تيرمينال في للسوفت ستارتر؟ ستة. 1 2 3 4 5 6، راح يكون هذول عندي مسميين يو في دبليو اكس واي زد. راح اخذ وهو ار اس تي، مش مشكله. هلا راح اجي اشبك هون، راح اشبك جزء من السوفت ستارتر هيك، فهاي راح نسميها اس اس، وهون راح اشبك جزء من السوفت ستارتر اس اس، وهون راح اشبك جزء من السوفت ستارتر اس اس، راح اشبك هاي مع هاي وهاي مع هاي وهاي مع هاي. شو الاختلاف اللي راح يصير معي هون؟ راح ينزل الكرنت لواحد على جذر الثلاثة من الأمبير المصري. اوكي؟ قديش واحد على جذر الثلاثة؟ تأكدوا من هاي بتطلع 0.58 58 تقريبا 58. فبصير عندي الكرنت اللي مار هون بدل ما كان 100 أمبير هون راح يصير تقريبا 58 أمبير ومسموح، هذا ممكن إني أعمله هيك. فإذا عندي سوفت ستارتر بدي أستعملها لتطبيق أكبر كان اركبها بهاي الطريقه، بس حتى تضبط هاي الطريقه ايش لازم يكون متوفر عندي من المحرك؟ ست تيرمينالز لازم تكون متوفر المحرك حتى اقدر اشغلها بهاي الطريقه.